اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من احنا البعض. النهارده تالت يوم لينا في الشهر الكريم، تالت يوم لينا من ايام الرحمه. دايما ايام الشهر الكريم اوله رحمه، افتكروا دايما الكلمه دي. الرحمه دي حاجه كبيره قوي ومهمه جدا. هنتكلم في حاجات كتير قوي، هنتكلم عن حياتنا، هنتكلم في دنيتنا، هنتكلم في ان دايما واحنا قاعدين ايه افضل وقت ممكن ندعي فيه في اي وقت الصيام. عشان كده مشرفني ومنورني مولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي. اهلا وسهلا بيك يا مولانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ربنا يتقبل منا الصيام والقيام، وربنا سبحانه وتعالى يمتعنا بالصحة والعافية بأزواجنا وفي أولادنا، ويرحم والدينا ووالديكم، ويكرمنا بإذن الله تعالى كرامة لا مثيل لها في هذا الشهر الفضيل بإذن الله تعالى. اللهم أمين. في ناس مننا يا مولانا بتبقى ذكية قوي، تبقى حريصة إن ما يفوتش منها ولا يوم من أيام الشهر الكريم ما تكونش تقربت لله سبحانه وتعالى. بيصلي الوقت في وقته، حتى ممكن في أيام اللي قبل الشهر الكريم يكون بيجمع فروض، او في فرض يجي على فرض، الا انه بيبقى حريص دايما في الشهر الكريم يصلي الوقت في وقته. في حد يبقى حريص دايما وينزل يصلي في الجامع، يعني الظهر يدا يصلي في الجامع، العصر يدا ينزل يصلي في الجامع. ده بيبقى ذكاء، ذكاء من المؤمن اللي هو بيجي في الايام دي يبقى عايز يعمل كل اللي عليه قوي عشان ينول المغفره في اخرها. طيب والمتصدق؟ في واحد يجي في الشهر الكريم يقول لك بص انا هعمل واللي يقدرني عليه ربنا. ايه عمل كراتين قبل من اول ايام ما ابتدت، او حتى قبل الايام ما بتبتدي، ويجي في الشهر الكريم يشوفني انا وانت كده يقول لا انا هعمل، هيكمل طول الشهر بيعمل. ده في الاخر بيبقى له ليه جزاء بيفرق عن اللي ما عملش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه أجمعين وبعد. حبيبي يا سيدي يا رسول، عشان احنا البعض بنقدم روشتة للصائم عشان يكسب، عشان يكسب. أول حاجة المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد للرجال، والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها للنساء في بيوتهن. فإذا ما خرجت السيدة إلى مسجدها في صلاة القيام والتراويح أو في صلاة الجمعة تخرج بثياب لا يصف ولا يشف وبدون رائحة نفاذة، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنها بإذن الله تعالى. تاني حاجة في الروشتة يأخذ ثواب حجة وعمرة، يصلي الفجر ويجلس في مصلاه حتى تصعد تشرق الشمس ويصلي ركعتي الضحى. دي تاني حاجة، يعني ممكن يصلي الفجر ويقرأ جزئين قرآن مثلا. هو يقرأ بقى من صلاة الفجر لحد الشمس ما تشرق ويصلي ركعتين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس فيصلي ركعتين إلا أعطاه الله أجر حجة وعمرة كاملة. طيب في ناس غيرنا ده الكسبان والرابح، في حد خاسر بقى مقضيها تلفزيونات ومسلسلات وبتاع، ده عندهم رمضان البطون، يخرجون من رمضان وكأنهم لم يأتوا فيه. ونحذر مثل هؤلاء بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رمضان إما شاهد لك أو شاهد عليك. يا الله، انت عاوز تطلع وشاهد، شاهد ما بيكذبش، لا هياخد حاجة ولا هتسقيه حاجة على قهوة ويطلع يشهد معاك زور. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. انت من أنهي فيهم؟ الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. استنى لما أطلع أشوف بقى أول تقرير معانا وأرجع أعرف العوام والخواص وخواص الخواص. ابقوا معنا. سقيا الماء يغفر الله بها الذنوب، يستر الله بها العيوب، يكشف الله بها الكروب. الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن يشفي الله تعالى مرضك فاسق الماء، إذا أردت
أن ييسر الله أمرك فاسق الماء. يا أهل الخير يا أهل الثواب، أنا راجل دراع وجعني وعندي 9 من الأولاد، وعندي بنت جوزها متوفى ومتربيها معايا، فأنا مش قادر أدخل عداد مية وتعبان، الحالة ما تسمحش. في اللي ساعدني في هذا الموضوع ده ربنا إن شاء الله يخلي له أولاده ويصلح حاله ويبارك له في الدنيا وفي الآخر. اللي ساعدني ينوب أجر عند الله. ما نقص مال من صدقة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال الماء. عايزة هتتعدد مية ان انا اسقي منها عيالي، علشان مش لاقيه ميه اسقي منها العيال، ومش عارفه اسيبهم وامشي، وبنا وبن الميه يجي 2 كيلو، مش لاقيه ميه اسقي منها العيال، وجوزي كفيف وما فيش حد بيعيني. وفي الامه اناس لهم قلوب تتمثل برحمه، انظروا الى هذه الاسره بعين الرحمه، لأنه من لا يرحم لا يرحم. استروا عورتها، فمن ستر مسلما ستره الله. اكبروا خاطرها، فما رأينا عبادة تقرب إلى الله أكثر من جبر الخاطر. والله لما سألتها وقلت لها حاجتك، قالت حتة عداد. دايما مؤسسات المجتمع المدني بيبقى لها دور كبير قوي، اهمهم اللي هي بتشاور على الناس اللي محتاجه، واحنا ممكن ما نقابلهمش في حياتنا كلها، ولا في طرقنا ولا في مشينا ولا في مروحنا ولا في جيران لينا ولا حاجه خالص. ممكن اسره زي دي انا وانتم ما نشوفهاش ابدا، نشوفها بس على شاشات التلفزيون زي ما قدامكم. الناس دي محتاجه ايه يا مولانا؟ احنا محتاجين عند الناس دي حضرتك 50 وصلة مية و50 سقف، وعندهم مسجد ان شاء الله ربنا يعيننا ونعمله لهم عشان يكملوا فيه، عشان يصلوا فيه بقية الاوقات ويقضوا فيهم عمرهم. لان الراجل بيقول انا المسجد الثاني 3 كيلو، اذا قدرت اروح، ما قدرتش ربنا بيغفر وتاني قاعد مكاني. كمان عاوز نعمل 50 بير في منطقة بكر في بني سويف على حدود المنيا، فعاوزين نعمل كمان هناك 50 بئر. وصلة المية 3000 جنيه، السهم في المسجد 5000 جنيه، السهم في البير 5000 جنيه، البير كاملا ب 30000 جنيه، صك النخيل 5000 جنيه. طيب نرجع بقى لمرجعنا ونتكلم. مثلا انا وحضرتك دايما متعودين انا وانت وببساطة كده ندخل جوه البيوت بعد ما ندق عليهم البيبان. في شهر رمضان الكريم مش هننسى فيه ولادنا، فبيجي طفل جديد كده بيصوم اول شهر ليه معانا السنه دي باذن الله. ربنا يا رب ينولها لاولادنا كلنا ويكرمنا بيهم ويصلح حالهم يا رب، امين. بيجي يسال يا ماما هو انا ليه بصوم؟ هو ليه ربنا خلى موجود في شهر رمضان الصيام؟ بنتي تسال هو ليه في صيام اصلا؟ نقول لهم ايه؟ لازم ولادنا زارعينا ده لازم نسقيه بس بالراحه عشان الله يا مولانا كلمه حلوه قوي، زرعنا ده نسقيه بس بالراحه. طيب عشان هو عاوز يقتنع، عشان انا مش هضرب ابني عشان افهمه، ده انا لازم اخده بالراحه، اخده معايا الجامع عشان يتعلم الصلاه، اخده معايا النهارده يصوم اول سنه، بدل بيصوم اقول له صوم بالنهار لحد العصريه كده، واقول لاخته مدام هو لسه دون البلوغ اقول له لاخته اسقيه بشويه ميه كده من ورايا عشان يبقى فاهم ان هو يقعد على الطبليه المغرب يقول ده انا ده انا ما اكلتش، بعوده انا ما اكلتش، انا كده بعوده على الصيام. بس اذا سال ليه بقى احنا بنصوم، اقول له حضرتك الجسم ده عاوز طبيب، الصيام طبيب البدن. الله يا مولانا صلى الله عليه وسلم قال جوعوا تصحوا.
صلى الله عليه وسلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه، وإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. زيادة على ذلك، الواد بقى لما يكبر شوية أقول له قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ليه أنا بقول لعلكم تتقون؟ طيب فيه حاجة جميلة قوي هقولها لحضرتك وللسادة المشاهدين. ربنا قال على الصيام لعلكم تتقون، وقال على الصدقة لعلكم تتقون نار. ولا تكن بخيلا، لأن إن كنت بخيلا فأنت بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار، قريب من النار. عشان أكون بخيل كده؟ أكون بخيل كده، ده البخل صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. تعالوا نطلع شوف تقريرنا الأول، وطول ما أنتوا بتشوفوه التقرير قولوا يا رب اللهم اجعلنا من متصدقين الفالحين المفلحين المتقين. ليه بقى؟ لان دي جزاءها كبير قوي. هنطلع نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا. وما تنفقوا من شيء فلانفسكم وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. مهما أنفقت ومهما فعلت فإن الله سبحانه وتعالى سيوفي لك إنفاقك ويجازيك على إنفاقك في الدنيا قبل الآخرة، ولم تظلم منه شيئا. وأعظم الإنفاق وأعظم الخير أن تنظر إلى عيال الله، أن تنظر إلى هؤلاء المعدومين الذين يحتاجون السند في الدنيا بعد الله تعالى. مد يديك إليهم. عندي أولاد معاقين، بنت وولد، وبجيب لهم حفاضات. تعبان في المية بجيبهم مية من بعيد، بعد 3 كيلو، وشغال أرزقي ومفيش دخل يعني في الشهر، وحالتي تعبانة شوية يعني. كيف مع مؤسسة فعل خير لتكون عونا لهؤلاء على ضنك الحياة وعلى صعوبات الحياة؟ الناس دي في البيت ده الرجل ومعه أولاده كلهم أصابهم بلاء الإعاقة، الله سبحانه وتعالى اختبره ولكنه صبر على هذا البلاء ووقف على خدمتهم ووقف بجوارهم يخدمهم، ولكنه يحتاج إلى وصلة ماء، إلى سقف البيت، يحتاج أن يعيش حياة كريمة. مدوا أيديكم إليه، كفوا معه حتى تكون له عونا على الحياة. يا أهل الخير ساعدوا الراجل ده عشان ندخل له مية عشان يعرف يراعي عياله. مدوا أيديكم لمساعدة هذا الرجل يغفر الله لكم. هم مولودين كده؟ مولودين كده. مولودين كده؟ أيوه. وانت بينك وبين الميه قد ايه؟ 3 كيلو. 3 كيلو؟ ايوه. وبتجيب الجيركن بكام ولا انت اللي بتجيبه؟ بشيله على كتفي. بتشيله على كتفك عشان ما فيش؟ ايوه. طب انت محتاج ايه يا عمنا؟ محتاج يعني الوصول للميه، عدد الميه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يخلف على كل من ساهم وعاون مع مؤسسات فعل خير في هذه الحاله. أكيد الحالة اللي انت شفتوها دي ربنا سبحانه وتعالى بيساعدها عشان تعين ولادها وترعاهم، وأكيد إحنا كمان محتاجين إيد ربنا في حياتنا علشان تعيننا ونربي ولادنا. طول الوقت بنقول دعاء يمكن كتير جدا مصريين يعرفوه، بيقول إيه؟ يا رب ربي لي ولادي. بنقوله كده فعلاً،
ورثناه عن أمهاتنا وأبائنا وجدتنا كلنا وأجدادنا كلهم. مش احنا عندنا كده يا مولانا؟ يقول يا رب ربي لي ولادي. الدعاء ده من الأب والأم لأنه الجو صعيب شوية، فدايما نقول اللهم ربي أولادنا كما ربيتنا، واجعلهم أمامنا في الصفوف الأولى في مساجدك، واجعلهم من حفاظ كتابك، واجعلهم ممن يتأدبون بأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحدون الحدود ويقيمون الأوامر وينتهون عن النواهي. يعني يا مولانا لما بيجي حد يقولك بسم الله ما شاء الله ولاد الست دي ربنا هدهم لها، الراجل ده ربنا هدهم له، دي بتبقى فعلا حاجة من تراثنا احنا واخدينها، بنقولها وبتلقائية واحنا مش فاهمين. نكون الأب والأم أكيد ليهم شغل مع الله سبحانه وتعالى، الله. أكيد ليهم صدقة مخفية مع الله سبحانه وتعالى، أكيد ليهم عطاء للمحتاجين وللمساكين، أكيد جبروا خاطر الناس الغلابة والمساكين، أكيد سطروا واحدة كانت تستدعي الستر، أكيد ساهموا في تجهيز بنت للزواج، أكيد لما شافوا التقرير ده وشافوا الراجل ده اللي شغال أب وأم ودكتور ويمرض ويروح يجيب مية، طيب بالله على حضرتك وسؤالي لكل إخواننا المشاهدين الصايمين، ربنا يتقبل منا ومنكم، أمين يا رب العالمين. في حد شاف الراجل ده وعينه ما دمعتش؟ طب الراجل ده يسيب الولاد دول ازاي؟ ده الواحد بيسيب ولاده وهم بيجروا وهم كويسين وبيقول يا رب استر على ما يرجع، طب دول هيسيبهم ازاي؟ اللي محتاجه سقف ومحتاج وصلة مية. قرية هناك محتاجة كم وصلة؟ 50 وصلة مية. يعني كلهم اشباه هذا الرجل. نحن في مؤسسة فعل خير نحسن الصورة قدر المستطاع. والله الراجل ده احنا صورنا معاه مرة واثنين وثلاثة وجبنا احسن حاجة عشان ما نجرحش مشاعر اخواننا المشاهدين، لكن انا عشان اعرض الصورة انا ما بعرضوش عشان انت تشوفه وتسكت، انا ما بعرضوش عشان تشوفه وبس وتقول ربنا الحمد لله ربنا عافاني مما ابتلى به غيري، انا بوريهولك عشان تستره، عشان ربنا يسترك، تديله عشان ربنا يغفر ذنبك، تجبر خاطره عشان ربنا يجبر خاطره، تسقيه بعد ظمأ عشان ربنا سبحانه وتعالى يسقيك من الرحيق المختوم، تسقيه كمان لانه محتاج عشان ربنا يسقيك من حوض سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لازم النهاردة، لازم النهاردة حضرتك اتصل بالتليفون وقول الراجل ده انا هكون اول حد يعمل له وصلة المية بتاعه والسقف بتاعه. طيب بما ان انا وحضرتك فتحنا بقى ودخلنا البيوت ودقينا البيبان واتكلمنا عن التربية، هنعكس الصورة حبتين، اب وام تفانوا في تربية ولادهم وصلوهم لبر الامان، وصل الحال بيهم ان هم مش على وفاق او ما بيزورهمش ويودوهم كتير، أو الحياة يا سيدي لهيهم، يتصدقوا يمكن ولادهم ترجع لحضنهم. الأب والأم عليهم دور والولاد بدق لهم جرس الإنذار، بقول لهم الولاد اللي ما بيروحش يشوف أمه خبط على أمك وخش على رجلها وبوسها، خبط على أبوك خش على إيده وبوسها، لان يا ويلك ويا ظلام ليلك لو امك دعت عليك او لو ابوك دعا عليك. عقوق الوالدين كبيره من الكبائر. في زماننا ده يا مولانا بيبقوا ساكنين في بيت واحد وممكن يقعد بالاسبوع ما يشوفش امه. الاب والام يتصدقوا عشان يعودوا اولادهم لحظيرتهم، لان ربنا سبحانه وتعالى بييسر اليسرى بعد الصدقه مباشره، بعد الصدقه مباشره. وما تجربش مع ربنا، ثق في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الثالث والأخير ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا.
الله أكبر الله أكبر. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. هذه البيوت يبنيها الله عز وجل بواسطة الصالحين ليرفع فيها ذكر الله عز وجل. كل من صلى في هذا المسجد فلك أيها المتبرع بذلك أجر، وكل من تعلم فيه آية من كتاب الله عز وجل فلك بها أجر، وكل من ذكر الله عز وجل أو انتظر فيه صلاة فلك بها أجر. وندعو الجميع معنا أن يتعاون وأن يمد أيدي المساعدة لهذه المؤسسة التي نفتخر بها في كل البلاد، تقوم بعمل إنجازات ليس لها حدود. رحم الله من جعلت الصدقة عليه. هنا كل تسبيحة بصدقة إلى 700 ضعف، كل سجدة، كل ركعة، كل بسم الله الرحمن الرحيم. توقع عدد الناس اللي هيصلوا هنا إلى مئات السنين. وإذا كنا نقف الآن على الأرض بدون أعمدة وبدون سقف وبدون مباني، فإن شاء الله رب العالمين لازم كلنا نثق تمام الثقة، عن قريب ستكون الأعمدة، عن قريب جدا ستكون الحوائط، عن قريب جدا سيكون السقف. يلا نخلص المسجد ده، يلا نقدمه للناس في الشهر ده. هانت، خلصوا فيه منه كام في المية يا مولانا؟ احنا عملنا الحوائط وعملنا الأعمدة، بقلنا فيه من السقف وكمالة المسجد، يعني يتلم كله لحد الناس ما تصلي فيه زي كل المساجد 100-120 ألف جنيه بإذن الله. فإن شاء الله بإذن الله، عشان في ربنا كبير، احنا برضو ما زلنا في قطار الخير اللي احنا هنركب فيه احنا وجمهورنا الحبيب في برنامجنا احنا لبعض، واحنا مش هنسيبهم والله، لازم هندلهم على الخير والدل على الخير كفاعلة. صدقتك صدقتك تصل لمستحقيها، وأنت أيضا تستحق أن يغفر الله لك، تستحق أن يسترك الله لأنك سترتهم، تستحق أن يكون هذا المسجد سفينة نجاة لك تركب فيه ويوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الصدقة والمرض علاقة رهيبة وكبيرة أوصى بيها وأقرها سيدنا النبي وربنا سبحانه وتعالى. الحبيب سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح المروي عنه: داووا مرضاكم بالصدقة، مش داووا مرضاكم بالعلاج المستورد. انت خد الأسباب الأول وروح للطب، وإذا عجز الطب والطبيب فاذهب إلى رب الطبيب. والله مولانا قلت كلمة صح. ده دلوقتي بيقولك ابعت هات الدواء من ألمانيا، من أمريكا، من بريطانيا. والله فعلا كلام حضرتك حقيقي. يعني انت رحت للطبيب صدقت والله يا مولانا، ولسه فيها شويه حاجات. دايما انا حتى بقول لحضرتك الصداع اللي هو بيخف باسبرينه، كان بيخف باسبرينه زمان، النهارده بينفق عليه الاف الجنيهات. تعال للنبي عليه الصلاه والسلام واسمح كلام حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام وتصدق، لعل المتصدق عليه يدعو لك دعوه فيقبلها الله سبحانه وتعالى فتبرأ مما انت فيه. قول للناس يتصدقوا ازاي ويتعاونوا معاكوا ازاي. على طول حضرتك محتاجين احبابنا يتصلوا علينا بتليفوناتنا، واحنا هنبعت المندوب، وبنقول لهم كمان مره بنذكرهم باسعار الخدمه عندنا، عداد الميه
وصلت الميه ب 3000 جنيه، البير ب 30000 جنيه، سهم في البير ب 5000 جنيه، صك النخيل ب 5000 جنيه، السهم في المسجد ب 5000 جنيه. واحد عاوز يقول انا هعمل السقف كله، بنقول له المهندس اهو بيقول انا عاوز 2 طن حديد وعاوز 20 40 طن اسمنت وعاوز كم متر زلط وعاوز كم متر رمل، وبنقول له المهندس اهوت وبيقول لك انا عاوز منك 50 60 الف، باخد منه المبلغ وبوريه على تليفونه بحته بفيديو جميل صغير كده اهوت. العلاقه اللي ربطاني بيني وبين حبايبي الثقه، الحمد لله ثقة كل يوم عن يوم بتشتد، والحمد لله رب العالمين، وبنصل إلى أعماق الأعماق في البلاد. نورتني وشرفتني، ودايما صدفتك بتبقى رائعة وتدخل القلب بدون استئذان. كل عام وأنتم بخير، مستنيين صدقتكم لأن الناس هناك مستنيين إن احنا نروح لهم. بكده أكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة، انتظروني غدا في نفس الميعاد. كانت معكم نهال طايل في أمان الله.